محمد الخماسي. يا فيما أهلا راديو، أهلا وسهلا ويا مرحبا، نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا وين ما يوصلكم صوت يا فيما. نقول لكم إن شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم أسعد الأيام. سعيد جدا أن نتقابلوا في حلقة جديدة من هذا الموسم الثالث من الدوامة، حلقة جديدة ولكن حلقة صعبة شوية، حلقة مختلفة، حلقة سبيسيال في الدوامة. بتاريخ اليوم هو 8 ديسمبر نهار 3، لكن مش نرجعوا بالتاريخ، عام التالي، عام بالتمام والكمال، نرجعوا 1 ديسمبر 2019، 6 تاع الصباح، مجموعة من الشباب أولاد وبنات تلموا، حبوا يعملوا خرجة، حبوا يعملوا جو، يبدلوا جوهم، يكتشفوا تونس بلادنا المزيانة، ويقصدوا ربي ويشدوا الثنية. الوجهة هي ندوروا في تونس ونتعرفوا على بلادنا في الثنية، دربيك غناء شتيح والسلفيات، تصاور فيديوهات وذكريات كانت جميلة في لحظة ما تصورها حتى حد. فرانات الحافلة ما فماش، فرانات الكار ما فماش، الوجوه دخلت بعضها، الناس خافت شنو اللي باش يصير، الكار تتقلب واللي كانوا يضحكوا وكلهم حياة وفرحانين وجو، ما عادش فما لا ضحكة لا حياة ولا فرحة. خبر هز تونس الكل، الرأي العام الكل يحكي على الحكاية هذه، بين الأعلام، السياسيين، الناس في الشارع، الجرايد، الناس الكل، الشغل الشاغل هو موضوع هذا. 31 وفاة، 12 جريح، والبلاد قلبت، وعود برشا كلام بعد عام تقريبا وأكثر من 7 أيام. شنو اللي صار؟ وين وصلت الحكاية؟ ولا موضوع وملف من جملة الملفات اللي حكينا فيهم ومشاو؟ هل العائلة، هل الدولة فعلا تكفلت بالعائلات اللي عندهم الجرحى الحادث هذا؟ هل وعود تحقت؟ الناس اللي فقدوا صغارهم، اللي فقدوا خواهم، خواتهم عفوا، وين وصلوا؟ طريق تصلح ولا لا باش ما نخسروش ناس اخرين؟ كل الوعود والسياسيين والمنابر الإعلامية واللي حكيت على الموضوع ذاك بعد عام شنو صار؟ على هذا استدعينا بعض اللي كانوا موجودين في الرحلة، حبينا ناخذوا منهم الحكاية، نرجعوا بالذكريات. الواحد ديسمبر ذكرى في بدايتها جميلة لكن النهاية مأساوية. بعد عام هل تصلحت الوضعية؟ هل الناس فاقت والدولة تحركت؟ نعم أم لا؟ سعيد جدا نستقبل بحذية مريم بن عزة، إيناس فضلاوي، كانوا موجودين في الرحلة وهما من جرحى الرحلة هذه وقعدوا أشهر في المستشفى. وأيضا سعيد أن نستقبل بحذية أيمن الكلاعي، وسعيد جدا أنه قبل الحضور، هو أخو وشقيق أمان الله الكلاعي ربي يرحمه. عايشك أيمن، مرحبا بيك. بيك عايشك، مرحبا عايشك. مريم مرحبا بيك. إيناس مرحبا، تقربوا لي شوية الميكرو. نعرف حلقة مختلفة في الدوامة، حتى أنتم مستمعينا نعرف يمكن حلقة مختلفة عليكم، لكن اخترت قلت لازمنا نحكيه فيه بعد عام. هل فما شكون قاعد يتبع؟ هل فما سويفي مراقبة ومحاسبة في الدولة باش نعرفوه منهم هما ومن شهاداتهم؟ برنامج الدوامة يبدأ بالتزام، في العادة نعطي للضيف يقراه لكن أنا نحب نقراه وأنتم قولوا لي موافقين وإلا لا. أتعهد بأن أكون صريح وجريء وأجيب على كل الأسئلة وألتزم بقواعد البرنامج وأن أكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة وتحمل المسؤولية فيما أقول. أنا باش نسميها حلقة حديثة عمدون، هل تقبلوا الشروط هذه تاع الالتزام؟ نقبلوا. خارق العادة، شكرا لكم. ما غير مقدمات خلنا نبدأ بالفقرة الأولى في الحوار، ولا بعد الفاصل تو ناخذوها بعد الفاصل سيدة المخرجة ناخذوا الفقرة الأولى، لكن الإجابة باش تكون على الأسئلة. هل الدولة استجابت فعلا لوعودها في الظرف ذاك؟ ما هو الحصيلة بعد عام؟ مثلا أيمن بحذية، أمان الله أخوك اليوم عائلته خذت تعويض وإلا لا؟ الوعود اللي كنا سمعناهم. مريم وإيناس في المستشفى ومصاريف والعلاج وكل تكفلت بهم الدولة؟ لا. الإجابة ستفاجئ بعد الفاصل، خليكم معنا راجعين. أنا مراد صغيدي، نتلقى معاكم كل صباح على يافم من 7 لـ 9:30 في الرفمة، باش نحاولوا مع بعضنا نحلوا ونختلفوا ونفهموا شنو اللي صاير. يافم أحلى ضحكة. عندنا صديقنا سنكوح تحقريك تشوفيهم عنده كلمات وأغاني يغني لها، اسمها نجم تضرب راه وتهزك بواسطة سسو. أما نعم
سمعني. أحببتها جيرانا فخطبتها جيرانا فتشرتت فبارت الله ثم بارت بنت حسونة بنت حسونة طلبتها على رقمها فعلقت الدوامة. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم حلقة خاصة من الدوامة، حلقة بعنوان حديثة عمدون. بهذايا كما قلت إيناس فضلاوي، مريم بن عزة من الجرحى والناجين، الحمد لله على سلامتكم، وأيمن الكلاعي شقيق أمين الله اللي توفى إن شاء الله ربي يرحمه. باش نبداو ديريكت، كل الحوار باش يكون في تابي واحدة، موسيقى واحدة، ما غير حتى ما نقسموا حتى شيء في الحوار. مريم الحمد لله على سلامتك. عايشك. إيناس الحمد لله على سلامتك. أيمن مش نرجع لكم بعد شوي. نبدأ معك مريم، تقريبا قديش قعدت في السبيتار؟ ستة أشهر. الإصابات برنسيبال مون شنو كانوا؟ يدي وكرشي. لطف عليك. عايشك. إيناس قديش قعدت في السبيتار؟ قعدت البريود الأولانية 20 يوم، وبعد في مارس رجعت عملت 2 عمليات في فرد جمع. بيه نرجعوا لنهار 1 ديسمبر، نرجعوا بالتاريخ للنهار هذا، شنو تتفكر منه ماري؟ يعني ملول كما كنت تحكي انتي، معنا تلمينا ديما أول حاجة نعملوها نهبط ونتلموا في قهوة نفطروا، من بعد نقصدوا ربي. دونك هذاك اللي صار كوم دابيتود، طلعنا في الكار شفنا الكار اللي هي سبب على الاخر، اما احنا ما على بالنا يعني، جوست خاطر ماشيين نتفرهدوا لما والجو ما يتنسى، ما فماش داخل ما تنجمش تقول الكار ايه؟ احنا ماشيين باش نعملوا جاموش، مش ماشي باش نقعدوا في الكار، دونك ما على بالنا. كهو طلعنا كل واحد شد بلاست وركشنا، هو بدا يمشي معنا يقصد ربي، واحنا بدينا كجا والدربيك والغناء والصياح والتصفير وكل شيء يعني كالعادة، فما حد شيء متبدل. ما احلاها الرحلة في أحسن بداية. أحسن بداية، كل مرة نهبطوا نعملوا إسكال، كل مرة واحد يتفكر باش يشري حاجة، وكملنا ثنيتنا. إلى أن. الكار خرجت على مسارها. ما نعرفش الحق. ما نتفكرش، خاطر أنا قاعدة من تيلي، دونك ما ريت شيء، ما سمعت شيء، حد شيء. جوست نفيق بروحي كان حسيت بالقلب الأولى، ومن بعدك هاو. من وقتها ما فقت بحد شيء. أول صورة رجعت لمخك ورجعت لبالك، وقتاش خليت عينيك؟ وقتاش رجعت تشوف تتفكر؟ هو نشوف في السبيتار، شفت كل شيء. أما وين غاديك اللوطة ما ريت حد شيء. حتى شيء. أبار يدي ما ريت شيء. دجا كي ريت يدي صاي. يعني من وقتها كل شيء ظلام. لطف عليك، قمت لقيت يدك. يعني يدي كما نقولوا احنا شده في شعره. لطف عليك. يعني يدي نحسها بعيده عليا، مش تبعتني. ما ريتش حد من صحابك بجنبك؟ لا، انا تحت الكار، دونك ما ريت حد شيء. حتى شيء. باهي، من بعد باش نرجع لك تقول لي بعد قداش وقت لقاوك، تم اسعافك، نقلك. إيناس 1 ديسمبر كما حكيت، البدايه جميله، والى ان فقت حاله عينينا، القلويد كله دم، صحابي موتى قدامي، ماني فاهمه حد شيء. من قوه المشهد اللي ريته في بالي، اللي معناه حلمه، خاطر انا كي فقت ماني متذكره حد شيء، شوف في مشهد مخيبو على الاخر، وكها في بالي نحلم، نستنى وقتاش فيق نلقى روحي في بيتي، وقعد عاود دخت، وكي عاود فقت بديت نستوعب اللي ماهيش حلمه، بشوي تذكرت لي لهذاك هوا، معناه اللي ذكرت لي نحنا مشينا معناها رحلة وكل شيء. تشوفي مشهد مخيبو على الآخر، أول حاجة ريتها نلقى عبد مغروس تحتي، نعرفش كون توا طفلة ولا طفل ما نعرفش. جيت ندور في راسي، خاطر في بدني كل ما حبش يتحرك كان راسي، جيت ندور في راسي نلقى كريسي بتاع كار مطيشة، نلقى نلقى عبيد ميتة بالقاعدة، نلقى عبيد معرفش أنا واد لونه أزرق أصفر، ما نلقاه لونه أحمر بالدم، احمر لون احمر، ما مشهد مخيبو على الاخر.
انت من اكثر الناس اللي التصويره نتاعها دارت على مواقع التواصل الاجتماعي وبرشا ناس كانوا حتى تصوروا اللطف عليك اللي انت من بين ضحايا الحادث هذا. كان نجم نقدوا لها الميكرو بعد اذنكم. باهي ناس تو يقدوا لك الميكرو. كما قلت انت من بين الناس اللي تصويرتك قاعده تدور برشا والناس تصورت اللي اللطف عليك انت كنت من بين الضحايا. انا حتى كي فقت معناها بعد 20 يوم خاطر من الاول طبيبه وكل شيء منعت عليهم انهم يقولوا لي حد شيء، ما لازمني ما نعرف حد شيء شكون اللي ميت شكون اللي حي، لازمني ما نسمع حتى خبر. بعد 20 يوم هكاك لا مش 15 يوم رجعوا لي تليفوني، خذيت تليفوني معناها وكل شيء. مازلت نقرا في عباد معناها تترحم علي، حتى بعد 15 يوم نقرا معناها فما عباد في اللحظه ذيك قاعدين يقولوا الله يرحم. توجع الحكايه اكيد. باهي موضوع يقلق شويه، ما بارونتيز صغير ونتعداو. فما صوره اللي كان فيها صديق معاك مقرب زياد ربي يرحمه الله يرحمه واللي توفى في تاريخ 8 جوان 7 شهور تقريبا 19 جوان عفوا بعد الحادث. دوب قمت وتفكرت سألت عليه وينه؟ اصلا ملي انا مازلت غادي على ذكر الحكايه ذي انت هك سألتني اش نحكيها. انا ما وصلت تذكرت اللي انا معناها وصلت عملت اكسيدون اللي انا مشيت الرحله خاطر نشوف العباد ماني فاهم حد شيء. كي تلفت هكا دورت راسي نلقى زياد مقابلني جهرني اللون الاصفر. كي شفت اللون الاصفر تذكرت شنيا صار، معناها تذكرت شنيا فما في الصباح وكل شيء. شدني كريز تاع عياط ولت نعيط. شفته في حاله خايبه على الاخر، حاله خايبه على الاخر. ما عرفت انا في اللحظه ذيك ماني حاسه بحد شيء، لو جاي على حد شيء نشوف في عبد قاعد معناه صاي طلع في الروح. ولت نعيط نعيط نعيط. وقتها جاوني عبيد وكل شيء عمل لي تو يهزوك تو يهزوك وعاود مشي. بعديك بعد يومكم ساعة ساعة ونص هكاك برشا خاطر انا عرفتك اللي وقتها ابار انها ساقية وكل شيء عندي نزيف داخلي عرفتك اللي ندوخ ونعاود نفيق ندوخ ونعاود نفيق. بعدها جاني عاون من الحماية المدنية وانا باقي نعيط هما في بالهم نعيط معناها خاطر انا موجوعه وانا وقتها نعيط باش يجيو يهزوا زياد خاطر متعب لازم يتنقذ في اقرب وقت. انت وقتها ما تنجمش تحرك، تنجم كان تحرك كان راسك وتعيط تخمم وقتها لازمهم ينقذوا زياد. يعمل لي لا تو نهزوك اصبر تو نهزوك. قلت لهم ليه ما نهزوه هو هزوه هو. هذا عاون الحمايه يقول لك اصبر تو نهزوك. قلت له هزوه هو. قال لي ما نجمو نهزو حتى حد كان ما نثبتو من الهويه نتاعو. نعملهم باهي اسمه زياد الرزقي هزوه. قعد كي بقى لي بعرفتك اللي نتاع باهي باهي وكها. هذه الاجابه اللي تتفكرها ما نجم نهز حاجه قعدت في راسي ما نجم نهزوه كان ما ثبتوا من الهويه نتاعو. ما نعرفش الاجراءات صراحه، لكن نقول ساعات الضروره والحاله الاستعجاليه تسبق كل شيء. ما نعرفش الاجراءات، احترامنا طبعا القطاع كامل. باش نرجع لك من بعد شوي. قلت لهم هزوه، قداش قعد وقت تقريبا باش اسعفوه؟ برشا برشا يعني ما اقلش من ساعه ونص ما اقلش. هذا انا كي فقت اول مره ديجا يمكن قعدت برشا نتاع غايبه على الوعي برشا. دخت يمكن بعد ثلاثه ولا اربع مرات وكيما كل ما ندوخ ونعاود نفيق نشوف نفس المشهد ما تبدل حتى شيء. انت زاده تقريبا قعدت ساعه ولا ساعه ونص؟ اي انا هزوني بعد زياد بعد زياد. والحماية هزتك ولا مواطنين؟ ما نذكرش ما تفكرش ما نذكرش. بعد دخلت في غيبوبة قمت بعد أيامات في السبيطار. كيكا لطف عليك الحمد لله على سلامتك. عايشك أيمن الكلاعي مرحبا. أنت أسئلتي معك باش تكون من نوع خاص. خوك شقيقك صاحبك في الكواليس قلت لي نخدموا مع بعضنا صحيح. كنتوا اخوه متفاهمين ولا الاخوه اللي ديما بيناتهم هكا شويه مناوشات وشويه متفاهمين في حاجات وفهم مناوشات في حاجات بحكم شكون العمر أكبر؟ هو انا الاكبر منه. انت اكبر منه؟ انا الاكبر منه. عندكم اخوات اخرين؟ اي عندي طفل وطفل اخرين اصغر منه هو. يعني انت بعد جاي من الله من ربي الله يرحمه بعد خويا اسامه بعد اختي ريش. خلى عليك بلاصته بطبيعه الحال هو اقرب واحد لي
برشا عباد يعرفوا علاقتي بخويا كيفاش. معناتها انت تصور معناتها اخوك في الدار معك في الخدمة معك، ممكن الحاجة الوحيدة اللي ما نتقابلوش فيها هي معناتها كيما نقولوا هكا روندو في الجروب، معناتها مع الجروب وكذا. انت ما تحبش الرحلات اللي روندوني وكل ما انا ما عندي ما فماش واحد ما يحبش يتفرهد راه. اما كيما قلت لك بحكم خدمتي القديمه درتها تونس الكل شفتهم نعرفهم وما عنديش ثيق. انا قلتها ونعاودها راه ما عنديش ثيق. فاش ما عنديش ثقه في كياساتنا، ما عنديش ثقه في المواصلات نتاعنا، ما عنديش ثقه على اللي تشوفه قدامك، على اللي تشوف الكياسات كيفاش، على اللي نحن انت احنا تو في العاصمة بعدنا اوتوروت تاع المرز، هذا اوتوروت في قلب العاصمة، فما بالك تخرج من العاصمة. انا ديجا صورت فيديو بالذمة صورته الحكاية هذه ثنية كاملة وانا نصور فيه باش العباد تعرف قدر فما برشا كلام قال غلط. وقت اللي صار الحادث كي خرج وزير التجهيز قال الكياس فيه المينيمو باش يكون على طراز عالمي، وعيبه الوحيد وهذا كلام ماهوش من عندي، هذا كلام من عند اللجنه اللي تعملت في مجلس النواب والبحث اللي حلته. باش نرجعوا لهم بعد مجلس النواب شنو رايو. فهمتني؟ اي وقت اللي قال الوعود اللي صارت وين وصلت اي وقت اللي وقت اللي يقول انه الديفو نتاع الكياس هذا هي السرعه. دونك انت تعرف اللي ثم ديفو في الحاجه. واستعرفت بلسانك انه فما ديفو نتاع السرعه. هي عملت حل. بربي خلي يقولوا لي البنات كانت سرعه كبيره من سائق الحافله لا. يجري؟ لا. كان في حاله كما كلام تقال في حاله سكر ولا حاجه؟ لا. اللي سوق في الحافله لا. به واضح خويا معناتها انا نسوق ما عنديش علم كبير بالتجهيز والا شنو يلزم الكياس باش يكون، مين عارف حاجه برك انه لي دودان موجودين باش يخفوا السرعه. اي يمكن في الطريق هذا ما يقول لك ما تنجمش تعمل دودان ولا حاجه ما ايمن. باهي خلينا نقول لك ايمن لحظه برك محمد كمل لي فكرتك. كمل لك الفكره على خاطر برشا ناس يقولوا فيراجات وما تجيش فيها دودان. لا راهو البلاصه اللي صار فيها الحادث مش فيراج من الاول، راهو ثم طريق مستوي بعد ديريكت تلقى روحك فيراج. اصلا الكياس معمول بالغالط. علاش؟ خاطر ريت وقت البلاصه اللي صار فيها الحادث مقابلتها بطحه تنجم تعمل فيها باركينج مش لعب راهو. فهمني محمد؟ معناتها راهي بطحه كبيره، معناتها كنت تنجم تجبد الكياس لهنا. كان صار حادث في عوض انا يتيح ديريكت في الواد يتيح ومو على الاقل جنب الكياس تتقلب بالكار تتقلب على جنبها. شفت اليوم بعد عام الكياس كيف تصلح؟ مشيت له اي مشيت نجم تمشي تشوف هالبلاصه؟ مشيت انا بعد عام مشيت بعد عام بعد عام حاولت بسي باش نمشي ومشيت بعد عام. ايناس وماري مشيتوا شفتوا البلاصه؟ انا مشيت مشيت خاطر انا ما شفت حتى شيء دونك حبيت نشوف شنو شفم. اش حسيت كي مشيت؟ ما تفكرت حتى شيء 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 شيء. وكما قال هو انا كنت على ريت حتى كي باش نهبط في بالي مش باش نجم نهبط ولازم شكون يحملني ودرا شنو. هبط عادي يعني البلاصه ماهيش غارقه عاديه البلاصه. كان ينجم الاكسيدون ما يصيرش من جهه الويت يصير من جهه الاخرى اللي هي قوش عليها بطحه. يعني نكون نجم نتسبوا الاقل اضرار. لطف عليك عايش به. العائله اليوم كيفاش ايم؟ ضايعه حسب الاخبار اللي عندي. الوالد والوالده متاثرين برشا، وصلوا حتى مرضوا بعد وفاه امان الله. مرضى اي صحيح مرضى، اخواتي مرضى، انا مريض. قاعدين نعيشوا نهار بنهار، كل نهار احد نعاود ونرجع لنهار الاحد هذاك خاطر الاكسيدون صار نهار الاحد. فسخ عاود نور جديد، تعدى جمعه كامله نهار الاحد ارجع لنهار 1 ديسمبر. برشا قالوا لي انت كنت ضد انه يمشي للرحله هذه. انا مش ضد انه باش يخرج العباد تتفرهد. مفهوم الضد اللي نحكي عليه انا انه ما عندي مثلا ماهيش امنه. بلادنا ماهيش امنه، نحكي من ناحيه الطرقات راه. بلادنا ماهيش امنه وهذا اللي صار. ايمن ما تفكرش اخر نهار مثلا ولا اخر نهار؟ اي
اخر نهار في ستاد انا اخوي معنا صابرين الله يرحمها ربي يرحمها. انا اخوي مغروم مين بالكلوب افريكا اخر نهار قبلها بثلاث ايام مازلت خذيت كريهبه سلام حضر لها في اوراقها هو برك اللي في بيلو بها من دار الكل باش النحو كي حكايه ترونسبور ديبلاسمون باش تمشي للستاد ماك تعرف المشي ساهل اما المرواح يحب لك شويه ظروف نوليو نمشيو اكثر عليك ما فهمتني نفهم معناتها اخر نهار كيفاش صار صباح مثلا هو ماشي قمت معاه شفته اخر صباح صباح لا صباح الوالد هو اللي قابله خاطر خرج بكري من الدار اما بعد الترح نتاع بعد ما روحنا مشى حاجه مدوش كما العاده قبل كورندو وانا في الدار اللوطه قاعد نحكي بالتليفون جاني حكيت العشرة ونص 11 تاع الليل هذيك اخر 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 مره ريتو فيها العشرة 11 تاع الليل 11 ما بين العشرة ونص 11 تاع الليل اش قال حاجته بالكابل باش يشارجي التليفون اعطيته ولا اعطيته باهي بعدها حكيت نص نهار ونص روحت للدار نعطيك بالضبط شنو اللي صار دخلت نلقى قناة تعدي في خبر عاجل نقلب حافلة أول ما سمعت الخبر في التلفزة شفت قناة قالت نقلب حافلة في التليفون لا فيسبوك لا 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 لا, لا في التلفزة في التلفزة, في التلفزة. لا ديريكت في التلفزة روحت مع نص نهار ونص ماضي ساعة غير أربعة على أساس معناتها باش نفطر وكذا من عوايدي اني نفطر قدام التلفزه دونك ايش نعمل؟ ان نبدل التلفزه نقعد نستنى الفطور حتى لقيت الخبر حافله ديريكت الخبر ننقص نحب ننقص الفوليوم تاعته ما نجمتش مربوط خاطر مازالوا ما تحولوش لمكان حافله كذا حسيت بحاجه ماهيش عاديه حبيت ننقص على الوالده ماك تعرف ما حبيتش ياخذوا اي ما يشكوش ولا تكون الصدمه اي باهي انت اول واحد ونقولوا نحن تحملت انت الامباكت الاولاني عندك انت قعدت متحمل انا ما تكلمتش انا حتى من بعد حتى كي صارت اتصالات مع ناس انت وقتاش تاكدت اللي اخوك في الحافله هذيك وقتاش وقت اللي تسكرت التليفونات الكل كي يقولوا التليفونات الكل خاطر انا ابراهيم الله يرحمه ربي يرحمه توفى معاهم جاري دونك انا وقت اللي مشيت من الله خويا ما يتسكرش التليفون. قعد متاكد انه تشارج. لا لا نحكي في العادي من الله خويا ما يتسكرش التليفون. تليفونه مسكر. كي مشيت نسال في والدة ابراهيم الله يرحمه قالت لي راني كلمته. ارتحت شويه. بعد الشك. بعد الشك ما طلعت غلطه. فيش الغلطه انه مسكينه التليفون الوقت في تليفونها غلط. هي اتصلت بابراهيم لتسعة ونص تاع الصباح. عندها هي 11 ونص. واضح. مع الكلام اللي خرج وقتها على الحادث انه صار بين 11 ونص ونص نهار يكالك. قلت ما همش بعدنا ما همش هما اوكي. ما فماش احساس ما حسيتش حاجه. حسيت بطبيعه الحال ما انا نحكي لك حاجه اني انا في بالي انه اخويا في الحادث جاني تليفون. وي راي ذا موب راي جروب ذا موب الحافله نتاع جروب ذا موب هي اللي عملت الحادث التليفون ما عند شكون؟ التليفون ما عند واحد من جروب اخر من اصحابي من اصحابي وقتها التليفون كي جاني قدام الدار وتعرف في حومه شعبيه دونك وقت اللي يجي الخبر ومش متاكدين العباد الكل دونك انا نخزر لامي داخل في الكياس جيران عباد اصحابك الكل تخزر لك ليك انت شاد التليفون انت الموجود وجاك تليفون دونك كلها تستنى في الرياكسيون تاعك. اش عملت؟ ما عملت حتى شيء. باهي اوكي باهي زيد ثبت لي علقت التليفون على اساس تليفون غالط جمله ما في بالي شيء. انا وقتها قالوا لي راهو حادث. امان الله توفى على عين المكان؟ امان الله ما توفاش على عين المكان. ما ماتش سور بلاس؟ لا لا امان الله ممكن الوحيد اللي قاعد يتحرك في المصابين الكل. بالفيديو. نحكي معاك راهو بالبروف ما نحبش نحكي حاجه هكاك نحكي معاك بالبروف. بالفيديو فيديو الاولاني صوروها ناس اللي هبطوا غاديك الموقع تاع الحادث باهي انا عندي معلومه ما نعرفش تاكدها لي ولا امان الله بالحق مواطنين هما اللي هزوه للسبيطار اي مش الحمايه لا حمايه خويا محمد حمايه وقت جات
الحماية هوني حسب النطق الرسمي باسم الحماية قال وصلت بعد 37 دقيقة، لكن فما شهود عين قالوا لي مش صحيح. غالط الخبر. غالط. أنا نقول لك حاجة، نحن نمشي بالبروف. فما فيديو فيها كورتاج كامل تاع كراب الحماية هابطين ماشيين موقع الحادث. موجود هي؟ واضح. شنو علاقته هذا بالوقت؟ هذا شنو علاقته بالوقت؟ أنت كان تمشي تسأل توا في كل معتمدية قديش عندك من أمبيونونس؟ ولا زعما عمدون فيها 14 كهرباء؟ والمسافة بين عمدون ولا موقع الحادث؟ مسافة بين عمدون وموقع الحادث راهي قريبة ماهيش بعيدة. أما المشكلة وين؟ في ثنية. ثنية ما تخليكش تفوت 50. ونهار أحد والبلاصة هذيك تتهز من عمدون العين دره. واضح. فيها لواجات، فيها ناس تتحرك، فيها معناتها كيران، فيها رحلات، فيها ناس ماشية تتفرهد. دونك ماكش تلقى كيس في غرة. معناتها أنت تصور معايا أنه الكرهبة هذيك الكل تلمت وخرجت مع بعضها وتتبع في بعضها في 37 دقيقة. ليه معناها تعتبر أكثر وقت؟ أكثر برشا وقت. مواطنين هم اللي هزوا السبيطار؟ مواطنين هم اللي هزوا السبيطار بالبروف زيت. معناها رغم إصابته كله هزوه إنسان حي قدامك. أمان الله كان ينجم يمنع؟ أمان الله كان هو شوف ثم سمعني محمد ثم كلمة تعبت منها برشا إنه في بالنسبة للقضية هذه تسمح مع الناس كلها مهما كانت صيفته معناتها في الدولة قضاء وقدر. وصلت في فيديو كتبت قلت لهم نمنوا بربي ومسلمي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أما احسبني ملحد. كي نجي نقول لك فسر لي كيف صارت نجم تقول لي قضاء وقدر؟ نجم تجاوبني بجواب هذاك؟ نجمش. وقت يخرج ناطق رسمي بالحمايه المدنيه يقول لك 37 دقيقه. انت قالوا لي مشيت في قديش وقت خلطت؟ ثم ساعه غير جي كهرباء. منين مشيت؟ من عمدون. اي من عمدون لبلاصه الحادث المكان الحادث ساعه غير درجي. شمس نهار شمس وزرق الشمس وطريق محلول طريق محلول ما فيهش برشا مور. كان ينجم يمنع بالنسبه لي كمان الله بالنسبه لي انا هو عمره حضر والقدر وربي يرحمه عليك طبعا. نور اجا نحكيو توا كنت اي يمنع الحاله اللي يمنع فيها شنو كان انه الحمايه المدنيه هي كانت الحمايه المدنيه حمايه مدنيه تحضر موجوده غادي تبدا اسعافاتها من غادي حتى ليخلط سبيطار بيجا. كي تسمع ناس تقول لك ما نجموش نهزوه ولا نستعملوا اي ولا ندخلوا في اي حاجه لما نعرف الهويه نتاعو. بطبيعه الحال ما نتوقع منهم كان شيء هذاك. انا شوف خويا محمد انا ما نلومش العوين وراه صدقني اخرج انت كناطق رسمي قول لي هذاك اللي عن هذاك الدولة اللي وفرته لنا. نسمعك عايشين فيها نحن الدولة راه ونعرفوا شنو موفر وشنو مش موفر. اما كله. انك تخرج تقول لي ليه 37 راني خلطت 37 دقيقة وتدافع ومتشنج كيفاش قلنا الحماية جات مخر. نفهم. معناتها هذاك هو تشنج. انا شنو نعمل معناتها؟ حاس وجيهات والا اي ولي من اولياء الضحايا والا من المجروحين. ترى خلنا يا خويا انت حكيت على الدوله كيفاش باش تقف قول لي هل صحيح ولا لا؟ اخباري تقول بعد ايامات اتصل بكم ولي بن عروس. اي صحيح؟ صحيح. عرض عليكم اعانه؟ اي 500 دينار. 500 دينار؟ اي وهاني باش نمثلها لك انا تو. قاعدين احنا تو لهنا في يافا نعطيك 500 دينار. اول حاجه تقول لي شنو؟ تاع شنو؟ تاع شنو؟ تاع شنو؟ كيفاش الطريقة؟ عيطونا العائلات احنا اللي صار انه الحادث اغلبية المتوفين بين المحمدية وفوشان. باهي. اي عيطوا لكم للولاية؟ عيطونا للولاية كعائلات الكل. العائلات الكل. 500 دينار تاع شنو؟ 500 دينار هذاك اللي يسوى ولدك عنه. يعني
إعانة أبدأ بهم ولا إجراءات؟ أنا إجراءات. ليه؟ 500 دينار هي إعانة. إعانة. 500 دينار إعانة. فما زاد إعانة مش كان مادية مش كان فلوس. فما محاولات بتاع إعانات من طرق أخرى. كيما ترى؟ كيما مثلا نعطيك رخصة بتاع دخان ما تقول حتى حد. لا لازم تفسر لي يا يعني نفسر لك ما فما حتى مشكل. نجيك اي البركة فيك البركة فيك. أنا عندي منصب في الدولة؟ أنت عندك منصب في الدولة بطبيعة الحال. البركة فيك البركة فيك، نعرفوا ظروف خايبة ونعرفوا كذا نعرفوا كذا، شفت نشوفوا كيفاش نعاونوك كيفاش نقفوا معاك. اسمعني ولدك كان يخدم اي كان يخدم، كان يعاون فيك اي كان يعاون فيك. شوف من ناحيتي انا تو نحاول كيفاش نشوف لك كيفاش رخصة متاع الدخان حاجة باش تخدم بها. انت المضحك مش لهنا، المضحك اني هذا. اني نخليك انت نحكي لك الحكاية هذه نخطف الدورة لجارك اللي زاد عنده شكون توفى اللي جارك اللي ولده توفى زاد نقول لك انت ما تقول حتى حد، خليها بينات كم كوم زي من عنده يتعدى للجارك يحكي له نفس الحكايه ويقول له ما تقول حتى حد. شكون هذا؟ هذا المعتمد. هذا السيد معتمد المحمدي. أي. يجي يقول لك باش نعطيك رخصه بما انه يصرف عليكم بيناتنا وما تقولش لغيرك. صحيح. والله غرايب وعجيب. ليه اكثر من غرايب وعجيب من كيكا؟ والله. خليك معايا ايمن تو نرجع لك. فرقوا عليكم زاد مقرونه وما انا لا لا انا الحق نتاع ربي باش نكون واضح. رده فعلي كانت حاده شويه على خاطر مش انا تبعتي هكاك، اما نرجع بك للنهار الحادثه راني قعدت ساكت سقط الكهرباء حطيتش التستور وفي بالي بخويا توفى وما نجمش نقول معايا الوالد وخويا ومعايا جاري ما نجمش نتكلم سكت. قالوا لي راه مش نهبط الجثه نتاعو لشار نيكول، اهبط عاودت رجعت من التستور نعاود نرجع على اساس ما في بالي بحد شيء كيف كيفهم. ممكن ياسر نلقى خويا لاباس ممكن هذاك الكل راني كاتم وساكت ما نجمت نعمل حتى رياكسيون باش ما تزيدش على ما انهرت وسيي وقت الخمسه نتاع العشيه بالضبط في شر نيكول. وقتها قلت وقتها حتى كي قلت تعرف شكون قلت؟ قلت لبنت بنت خالتي. نفهم سي بون سيي انا وقت تاكدت اللي جثه خويا جات. نفهم مش سهل وكل يوم تاكد تعيش به النهار هذاك والمساج هذاك. هذيك المشكله كل يوم. ايمن نرجع لك من بعد شوي. مريم ويناس ضحكت وقت اللي قلت له عطاوكم اعانات الماء و يقولوا كثر الهم يضحك. لطف عليكم الهم. هاي نمشي معاك ناس ترى. والله ماني عارف منين مش نبدا. صدمني ايمن الكلام كل قالوا. فما تقصير من الدوله ناس؟ اصلا هي شنو عملت لي انا الدوله باش تقصر؟ الكلام اللي بالنسبه لي انا الكلام اللي حكيوه الدولة قالت لي هي باش تتكفل، قالت باش تتكفل بعملياتكم، قالت باش تتكفل بمصاريفكم، قالت اعطينا شبابنا وبناتنا ولادنا يرجعوا لنا لاباس والمصاريف كلها عليها. هاي الدولة تكفلت. تكفلت على الاخر. صار هذا؟ باهي نرجع لك لديسمبر. ارجع لك. ديسمبر انا بعد ب 20 يوم قال لي طبيب معناها سي بون تنجم تروح للدار. مشيت امي باش تخرجني وكل شيء، طبيب توا سمح لي معناها قال لي تنجم تروح للدار. انت كنت في مستشفى عمومي سبيطار الحروق بن عروس. بن عروس واضح. قالوا لها ما تخرج بنتك كما تصحنا على الورقه هذه، الورقه هذيا فيها اللي ال 20 يوم اللي قعدتهم في السبيطار والعمليات اللي عملوهم لي فيهم 5 ملايين ونص اللي من المفروض الدوله تتكفل به. اللي من المفروض الدوله تتكفل به. اي به بعد كما قلت لك انا روح ونرجع روح ونرجع. بعدها لازمني نعمل كنترول خاطر انا ديجا روحت في كروسه وقتها. لطف عليك. ما نجمش نمشي قعدت 3 ولا 4 شهور ما نجمش نقعد. لطف عليك لطف عليك. بعدها كي رجعت لازمني نعمل كنترول كل جمعتين، معناها لازم يتفقد لي الطبيب ساقي وكل شيء كل شيء. كي نمشي للسبيطار خاطر كنت مثلا انا في تروازيام نعدي تو باش نعدي نعدي في العياده الخارجيه خاطر ما عادش معناها تروازيم تاع اختصاص جراحة ودرشنا هذا كنترول تعدي في العيادة الخارجية. كل كنترول نعمله انا على الاقل نصرف فيه 100 دينار بين التصويرة بين القايد. على حسابك؟ على حسابي يا رسول الله. ابسط حاجة لازمني كيني كيني نهار بعد نهار جين كيني انا خلص فيه على حسابي نهار بعد نهار يا رسول الله. 3 شهور قلت لك قاعدة في معناها قاعدة في الدار ما لازمنيش نقف على ساقي لازمني كزري رقم تاع سيركيلاسيون تاع الدم. معاك الزرير قذوكم انا كل يوم نشري فيهم
الدوايات كيف كيف كل شيء على حسابي، ما فهميش من هذا يا حكيت باش تتكفل هي بكل شيء. جيت مرة الوزيرة تاع الصحة هنا وتكلمت، قالت نأكد، وقتها صارت البوليميك ونعرفش على مريم على زياد، عاودوا جابوها هي وجابوها في الموضوع. قالت أنا في الفترة ذيك الوزيرة السيدة سونيا بالشيخ قالت أنا نأكد ونعاود، راه كل شيء متكفلين به احنا معناها. يعني شيء هناك تشوف عبد يدفع في فلوس معناها أبسط حاجة وهي تقولك متكفلين به. مشيت أمي للوزارة، مشيت أمي للوزارة قلت لهم يا أخي إيش معناها هي تخرج وتقول راهو نحنا متكفلين، الدولة متكفلة بكل شيء ورانا نتبعوا فيهم الحالات ودرشناه، وأنا بنتي أبسط حاجة زريقة كل يوم نشري لها فائن على حسابك. ملا لا عملت تليفونات والسيد اللي قابلها ودرشناه درشناه، قال لها بعد شنو يخسر عليها، قال لها أنت ما فهمتش الصيغة متاع الوزيرة إيش تحب تقول. والله نورما هي جات في فهم معناها نجموا تعاودوا تجبدوه الانترفيو تسمعوا شنو قالت، نحنا ولينا ما فهمناش الصيغة هذاك شنو يخسر علينا. يعني كل يوم ولا كل ما يقتضي الامر تمشي تخلص على حسابك. اهم وعد يمكن في الفتره ذيك والهبه الاعلاميه وهبه السياسيين انه الدوله باش تتكفل. بربي يقول لي قبل ما ناخذ فاصل، فما عمليات ما زلت ما عملتهمش؟ فما باش نعمل عمليه في فيفري، عمليه زراعه نتاع الضم، خاطرين الطو يقف على السيق ويقف بالحديد. لطف عليك. العمليه هذيك نورمالمون نعملها من السيف، أجل الحكاية علاش؟ علاش؟ على خاطر الكمبيالات اللي عندي لازمني نخلصهم باش أنا نجم نعمل العملية هذي، وما لقينا حتى حل كان بابا مشي خلصهم الكمبيالات هذوك باش أنا نجم نعمل عملية في فيفري. ما عادش لاقي كلام وما نحبش نسألك هل ماديا تنجم ولا لا؟ مش مهم، الدولة وعدت أنها توفر لك. عملية زراعة متاع ضم معناها أنا سقي راني مازلت مكسورة لازمها تتعمل، معناها باش نقول لك قلت لك نورمالمون نعملها من السيف، ما لقينا حتى حل كان انه نمشي نخلصوا الكمبيالات هذيك. كان نزيدوا نوخروا تنجم يكون ضررها اكبر عليك؟ الله اعلم، هي نورمالمون تتعمل من السيف العمليه. خايف على روحك اليوم؟ اكيد، مش نمشي نقول لك معناها. ناخذ فاصل؟ ناخذوا فاصل ونرجعوا نكملوا حوارنا مع إيناس ومريم وأيمن في حلقة سبيسيال شوية، حلقة حساسة شوية، إن شاء الله يوصل كلامنا ويوصل كلامهم للناس اليوم في الدولة المعنيين اللي اعطوا الوعود واللي اعطوا الأمل في يوم الأيام. بعد الفاصل راجعين نكملوا حديثنا إن شاء الله. إيفام الخمسة متاع العشية، غاسين كاري إيوان سوكم في المرويح من القرية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق. مرحبا بكم، الجروب حاضر بعد عملية التعقيم على يميني جميلة الشيخي، أنس بن مالك، يلا يرجعنا كذلك إبراهيم الطايف، تنابع الكرونيكر شادي عرفاوي، على يميني عبد الستار عميمو، يلا بهضة عبد الستار، فرح برجب، غازي عايد، توصل معالج. إيفام أحلى راديو في إم جي من 7 ل 9 ديسمبر، ماشينة لافي 8 كيلو توب كوندور سيلفر 779 دينار ومعها بون داشا 200 دينار، وتنجم تخلص بالفاسيليتي حتى على 36 شهر، ولوفر هذي متوفرة زيادة في باتام. إم جي عز حاجة عندك كل يوم. الدوامة هي فهمها على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا، رجعنا لكم مكملين حوارنا في هذه الحلقة الخاصة وسبيسيال حديثة عمدون، عام بعد الوعود، عام بعد الأمل اللي نجم نقول أمل زائف على القليلة للشباب اللي موجود بحذايا هوني، ما نجمش نجمع على الناس الكل، العينات اللي موجودين بحذايا هوني يقولوا أمل زائف. وفيها في الوقت ذاك وعد خذوا نعطيك شويه مورال تاع جمعتين شهر ثلاثه وبعد يمشي على روحه. مثلا ايناس تقول لي هوني عندي عمليات ما نجمتش نعملهم ووخرتهم، واللي هما برينسيبالمون ديغا من الاكسيدون هذا، خاطر لازمني نخلص الكمبيالات. باه عاودتوا اتصلتوا بالوزاره مثلا؟ الوزاره من الاول، الوزاره تعرف بالنسبه لي انا شنو هما الوزارات هذوك، ما كل شيء بالنسبه لي انا 3 ايام من الولا اللي انا مازلت راقده فيهم،
في البلوك يعلم بيا كان ربي يحبوا يدخلوا يتصوروا معي. هذيك فاش شريتها انا الوزار لا اكثر لا اقل. ثلاثة ايام الاولى هذيك جاوا الحق يعطيهم الصحه جاوا يحبوا شنو يخسروا يحبوا يعملوا تصويره لا اكثر لا اقل. وانا وقتها ديجا بالاكسجين يعلم بيا كان ربي عرفته موضوع هذيك تونس باش نكذبوا على بعضنا هذيك تونس. هو طبيب قال لي معناها كانت تقلق انا خاطر من الشاي اللي ريته كل قلبي قاعد ماهوش راكح معناها قاعد يمكن اكثر من الجامعة هو ما يركحش معناها اي حاجه تنجم توي ولي قلبي يدق بالقوي. قال لي كانت تقلق قلهم يخرجوا انا دوما ريتهم ونحيت الوحده بتاع الاكسجين امي قتلها قلهم يخرجوا خاطر عرفتها بتاع تصور لا اكثر لا اقل. هذيك تونس تقول هذيك تونس تونس اللي كتبت عليها اول حاجه ذي تصير في تونس معناها وبالوقت تنسى تونس اللي قلت عليها قديش كرهتك يا تونس. كلام في لحظة غش لا لا مش في لحظة غش متأكدة منه الكلام هذاك خاطر شيء تشوف العجب في البلاد هذه. فقدت الأمل في تونس جمل لكن أنت ومريم وايمن وانا والناس اللي اسمه هو الأمل تاع تونس. تونس تاع غدوة خير كي نمن وترجع هكا شوية الروح نعرف تعديت بيه مش سهل تعديت بيه مش صعيب. ها مثلا عندك حاجه تحبها في تونس وتقول بها انا راسي عالي نادي الافريقي هاي فما حاجه مثلا وما ادراك ما حب النادي الافريقي تخليك تضحك توا في وسط هذا الكل. انا بالنسبه لي انا النادي الافريقي دوله واحده هذه مش تبع تونس. مثلا هذا شعار يخليك تحب البلاد اللي فيها النادي الافريقي وتحب تونس. نجم تكره الظرفيه ولا اللي يسيروا في الوقت هذا لكن البلاد محلاها بلادنا باهي ربي يهدي ناسه. زوز أسأل نكملوا به سامحني في السؤال بعد وفاة زياد تمنيت روحك ما تمنعش من الحادث. أنت قلت بعد وفاة بالنسبة لي أنا مش مقتنعة ما زلت مانيش مصدقة اللي هو ميت اللي هو توفى مش مصدقة لاكسيدون الكل. هاني نحكي معاك ونجاوب فيك اما بيني وبين روحي ماني فاهمه حتى شيء من نهار هذاك من 1 ديسمبر اليوم انا ماني فاهمه. تتمنى يكون كابوس ويفيقوك من اي نستنى باش نفيق من. تتفكر اخر كلام حكيت وانت وزياد في الكار قبل ما انا اللي نذكره بعد ما فقت من فقت نلقى روحي في الوقت اللي صار في الكار ما نذكروش. نذكر حاجات تمام خيالات معناها ما نجمش نقول لك كلام ما نذكروش مليح مش متاكده منه. اللي متاكده منه الشيء اللي ريته بعد ما فقت. كنت تزوره في وقته وفي العنايه المركزه وكل حاجه منك مشيت اكيد. إنيس ان شاء الله ربي يقويك ورساله محلاها اللي عملتها. نرجع للنادي الافريقي والامل اللي يعطيك النادي الافريقي. انا نقول النادي الافريقي وعينيك يتبسم يكفي. كنت حاضره في المئويه وشعلت فلام لشكون؟ اما طيب من الموضوع سامحني ايناس شعلت فلام لزياد وهديت له المئويه. ربي يرحمه وربي يقويك. تعمل في متابعه نفسيه بعد الاكسيدون؟ باش نولي نعمل خاطر لازمني نعمل. من المفروض الدوله توفر لك هذا؟ يعطيها الصحه اللي حركت لي فيها ما عندها حتى علاقه معناها مش من الدوله. عبد عمل حاجه انسانيه. طبيبه هي عملت حاجه انسانيه. هي اللي عاونتني واللي قنعتني انا لازمني نمشي نعدي. محلي ها ميساج تاع امل. تحيه لها الدكتوره هذه. اللي وقفت وحست بيك. مريم بن عزة عندك أمل في تونس؟ لا زاد تقرأ قلت لي مريم أقرأ. كل نيفو كل كلاس وصلت؟ ماستر ترمينال. ترمينال بريمير اني دوزيام اني دوزيام اني عام تخرج اي مازلت لي الميموار وصاي ناخذ ديبلوم ان شاء الله تاخذها ومونسيون تري بيان ان شاء الله. قسيت على القراية؟ بيان سور. علاش؟ برشا اسباب. سبب الاولاني خرجت في ماي من السبيطار وقتها لا نمشي لا ناكل لا نتحرك لا نعمل حتى شيء. ثاني حاجه اللي انا بيد واحد
يدك اليمين التوى مضروبة نشوفها. مازال عمليات أخرين؟ مازالوا عمليات أخرين. قديش تقريبا من عملية قالوا لك؟ توا قديش عملت من عملية توا؟ كل في الكل ستة. لطف عليك. عايشك. ومازالوا لي قولوا أربعة. إذا كان ما زارتش حاجة أخرى طلعت عندي حاجة أخرى في بالي شبه. بعد عام مازلنا نجمو نشوفو تطلعش في حاجة أخرى؟ أي أنا بعد الأكسيدون آخر حاجة اكتشفت عندي حجر في الكليولي. أنا منين جيت الله أعلم. من الأكسيدون مخلفات الأكسيدون هذه أبسط حاجة. أباغ يدي معناه لي كل مرة نشوف فيها حاجة تطلع فيها حاجة معناه. مش باش نحكيو على الضرر الآخر. الضرر المعنوي؟ لا مش على المعنوي. أنا أباغ يدي عندي ضرر آخر معناه ما في بالو بيه حتى حد. عايشة بيه وكهو. إن شاء الله ربي معناها في عمليتي اللي باش نعملها عليها تنجح وكهو. ما تحبش تقولوا؟ اي مانيش باش نحكيو على النفسية هذيك على روحها ديجا. مقويك مريم محليك. عايشك محليك. القوة وال الحمد لله والإيجابية اللي قاعدة تقول فيها. مشيت الأيامات هذوما باش تعدي ولا حاجة شنو قالوا لك؟ بون نورمال عندي عملية جمعة اللي فات لو كات تأجلت لو 11. علاش؟ خاطر الطب مقرفين تو سامبلومون. اش قولك؟ هاي يا سيدي باه طب مقرفين. قالوا لك من الاول لازم تدفع حق العمليه ومصاريف العلاج انت زاده؟ باهي انا الكام تاعي ديفيرونت عليهم برشا. هاي ان شاء الله في الباهي. من الاول قولي باهي انا قمت بعد شهر من الغيبوبه معناها انا بالحق كنت في غيبوبه شهر. كي قمت بتبيع نلقى دارنا وصحابي وجميع الفريملة معناه. دونك أبار أني سألت على صحابي وقتها قالوا لي راهم لاباس جوست في الحروق ما قالوا ليش اللي هما توفى. دونك سي بون تهنيت اللي هما لاباس. ثاني حاجة غزرت لما قلت لها كيفاش عملت يعني شهر بلوك ورياء أكسجين دوي. قالت لي تهنى راهو على الدولة راهو قيس سعيد. سي قيس سعيد خرج قال على الدولة. قلت لها يبي الحمد لله تو النجم نكمل يعني نشد ثنيتي كهو كل شيء ماشي مريقل. معناها ما نعرفش الناس اللي تسمعوا فيا قاعدين تسمعوا في الكلام اللي قالته دوب ما فاقت الهاجس الوحيد نتاعها كيفاش عائلتك نجموا يقيموا بهذا. خاطر نعرف معناها اسكو قادرين ولا ماهمش قادرين. ارتحت شويه كي قالوا لك رئيس قيس سعيد. طمنت على صحابي لاباس اللي هما وقتهم ديجا متوفين وفي بلاصتهم. وتعديت كيفاش معناها كيفاش علاجي. قالت لي ما عاد الدوله هاي بي صافا. لليوم الدوله متكفله بكل شيء. لليوم الدوله متكفله والحمد لله. اي عالك ليل امن. خرجت في ماي قلت لك بعد 6 شهور باهي. دونك نمشي كنترول شاك دو سمين مساج كل شيء. انا راني عندي ريت عندي قسمين. عندي قسم البوسيجور اللي هو الجراحه وعندي الاورتوبيدي اللي هو متاع يعني يدي وكل شيء يعني ديما بابينتهم الزوز والمساج. يعني شوف انا عندي ثلاثة حاجات تبع نورمالمون تبع الدولة. يجيو فجأة نمشي نعدي وربي شكون اللي يجيو ما يسالش قول لي بيها. مشيت تما باش تقيدني عندي كونترول. مشيت تما باش تقيدني في الإدارة. عايشك مريم بن عزة اكسيدو عمدون نورمالمون ديما ما يطبعوا لها فهمت لازم ورقة يطبعوا لها اللي هي غاتوي. قالوا لها سامحنا راهو بنتك دوسي نتاعها تسكر. كيفاش قالت لهم بنتي مازالت لها اقل حاجه ثلاثة عمليات بنتي مازالت كرشها محلول. تنسيه سي عام عاد باش نقعدوا عام كامل نحن لاهين نسيز. وما بالرسمي وقتها الدخل هبلت بالحق هبلت. علاش؟ علاش؟ ما فماش اجابه لليوم. ما فماش اجابه. اكاهو دوسيها تسكر توا تكمل على روحها وحدها. يعني ندفع من جيبي. باهي. وقتها اوغوزمون ما عنديش حتى عمليه جوست كونترول وشويه مساجات. عملت دوموند لوزاره الصحه عملت دوموند للمدير تشارنيكول تكلمت في الراديو تكلمت تكلم سي بوغلاب وراهم الورقه اللي انا عملت مطلب. باش رجعوا ان شاء الله يا سيدي اليوم بعد الحلقه يرجعوا مش كان عليك انت على ايناس على ايناس وناس الكل. أي. انا رجعوا الحق يعني اليوم رجعت بعد انت... الخوضه اللي صارت. اي الحمد لله شفت معناها نحن في تونس لازم به تحيه لي السيد محمد بوغلاب كي يتكلم الاعلام تحرك شويه باش خذيناك ورجعت الدوله. ايناس باش نتكلموا ايناس عليك
وعائلتك أيمن والعائلات الكل لازم نتكلموا عليها. حاجة برق قولوا لي صحيحة ولا يا ناس، هل ممكن اليوم واحد من جرحة ولا من ضحايا حادثة عمدون ينجم يدخل الحبس على كمبيالات مش باش ينجم يخلصهم؟ والله في البلاد هذه نتوقع كل شيء، توقع كل شيء عمليتها ويقف على كمبيالة. يعني انت قلت سمعني محمد، انت قلت حبس حبس ويقعد عايش مسيلش، اما يا لندرا باش يعيش حتى يدخل الحبس؟ واضح واضح خوي، فهمتني توش نقصد؟ واضح أيمن، باش نكملوا حوارنا كملنا. شكرا ليك أيمن، شكرا ليك مريم وإيناس. وعد الحر دين، كل من وعد الجرحى العائلات لازم يوفي بوعده. باش نخلي لك كلمة الختام أيمن، مريم وإيناس، مساج تختار لشكون في الدولة، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، رئيس الحكومة، وزير الصحة، تقول هذه رسالتي إلى السيد الفلان وتعطيه رسالتك. بالنسبة لي أنا رسالتي لكل إنسان مسؤول، أعطيني مثلا للسيد رئيس الجمهورية. أنت سيد رئيس الجمهورية لازم به، شو رسالتك؟ رانا أولاد البلاد هذه، رانا أولاد البلاد هذه، احنا تعدينا بالمرحلة هذه وماتنا عباد وعباد توقع مريضة ماش لاقي كيفاش باش داوي. أما رو السبب الرئيسي متاع الحادث مازال ومازلت باش تسمع كلمتين في صافيسا. الحادث المكان اللي صار فيه الحادث، صار فيه حادث 2017 وتقلبت حافلة غاديك والحمد لله فيها ثلاثة جرح. الحادث هذايا 33 موتة، وقت شوفته قديش من جريح. واضح لهنا لهنا سمحني الوزراء ايش يقولوا؟ اللي يقولوا راهو الكياس ما عندوش دخل في الحادث، الوكالة الفنية تقول لك راهي الكار ما عندهاش دخل في الحادث، ما يشي متابقة المواصفات وغيره. واضح واضح وقت هي الكار كي طاحت خويا تفرقعت راهي الكار. واضح مساجك وصل ليمن، ربي يرحم امان الله ويصبر عائلتكم. مري مساج لشكون؟ بشكون باش نبدا؟ بالكل، بالنسبة لي الكل. للسياسيين اش تقول لهم ترى؟ يتعاركوا اليوم في المجلس، اش تقول لهم؟ مري حتى شيء عندك الحق. إيناس مساج لشكون؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يوفى الكلام بعد هذا. شكرا لكم مستمعينا، تقابلوا في حلقة جديدة، نهاركم أسعد الأيام.